اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. بدانا النهارده رحله الصيام الكبير. كل سنه وحضراتكم طيبين. برحب بيكي نشأت معانا. اهلا بك يا فندم. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبه وكل احبائنا المشاهدين طيبين، وبمناسبه بدء الصوم الكبير ربنا يجعل ايام بركه وايام استعداد وايام مراجعه للنفس. امين امين. حلقتنا النهاردة هنقول فيها مكتوب في سفر نحمية: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. نحمية لما سمع أن الشعب اللي في السبي في شر عظيم وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار، يقول نحت وصمت وصليت. الأيام دي الحالة شبيهة بالمشهد ده: وباء ما انتهاش، حرب بدأت، الشر عظيم والأسوار منهدمة، العالم على فوهة بركان، إحنا كمان كأفراد أسوارنا منهدمة، العدو سبى كثيرين في الخطية، استسلموا ورفضوا الرجوع ولم يطلبوا التوبة. عايزين نروح مع نحمية إلى الله بالتضرع والصوم والصلاة والاعتراف بالخطايا والذنوب عشان يتراءف علينا وعلى العالم، ولا نكون فريسة لإبليس بخططه في دمارنا ودمار العالم وفنائه. تعالوا نسمع مع بعض تأمل من أبونا غطاس سمير راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببياض بني سويف، ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الآب والابن والروح القدس للواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين. كل سنة وانتم طيبين. الصوم الكبير ربيع الحياة الروحية، صوم الازدهار، صوم الدخول للعمق، صوم الانفصال عن العالم علشان نتفرخ كده ان احنا نعمق علاقتنا بربنا. بس عايز اقول لكم النهاردة شوية ملحوظات جميلة واحنا بنستعد للصوم، واحنا في اول اسبوع في الصوم، وبنسمي الاسبوع ده اسبوع الاستعداد. استعد بمعنى انك تفهم ان الصوم معناها رحلة تكميل للي انت بديته مع ربنا. ودي الجزئية الاولانية، انه انا بصوم لاني اصلا انا مولود من فوق، انا بصوم لاني ابن لله، انا بصوم لاني مشتاق لربنا اكتر. بقول مع معلمنا بولس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. أنا عايز أعرفه أكتر، أنا عايز أدخل للعمق أكتر، أنا مشتاق لي أكتر. الصوم هو جوع لربنا. يا رب أنا جعان ليك، أنا جعان لحضورك، أنا جعان للدخول للعمق معاك، أنا جعان للاتحاد أكتر بيك، أنا جعان إن شبهك أكتر وإن أحس بيك أكتر وإنه أتحسس حضورك أكتر. علشان كده الصيام هو تكميل الحياة الروحية اللي أنا عايشها مع ربنا. في ناس كتير جدا للأسف لسه ما بدأوش حياة مع ربنا. يبقى ربنا نمرة واحد يقول ربنا: بختارك تكون الأول في حياتي، بختارك تكون ملك وسيد ورب حياتي. في ناس مش مركزين على ربنا. فالصوم ده ممكن نعمل حاجة تاني، نبدأ. يبقى إما الصوم أشخاص بيكملوا اللي بدأوه، بيكملوا رحلة مسيرتهم في معرفة الله وفي الدخول للعمق، يا إما أشخاص بتبدأ. من فضلك أسبوع الاستعداد ده خليه أسبوع البداية. كان قبل الصوم الكبير في صوم صغير كده اسمه صوم يونان، الكنيسة حطتهن قبل الصوم الكبير عشان تجهزنا للصوم الكبير، اسمه صوم الإماتة والقيامة. عارفين لما سأل ربنا يسوع المسيح: قل لنا آية، قال لهم: لا تعطى لكم إلا آية يونان. زي ما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، ابن الإنسان هيبقى في بطن الأرض وفي بطن القبر 3 أيام و3 ليالي. وده بيورينا إن حياة الاستعداد تبدأ بالصليب، بالموت مع المسيح، بأنك تحسبوا أنفسكم أموات عن الخطية، تحسب نفسك ميت عن العالم، تبدأ بداية جديدة مع ربنا. الصوم
معناه انك بتنقطع، مش هو ده القصة الأساسية، لكن هنيجي لعمق فكرة الصيام. لكن خلينا أقول لك الصوم يعني تنقطع، تنقطع يعني تنفصل عن العالم، وما فيش حاجة تفصلك عن العالم غير قوة الصليب، ما فيش حاجة تفصلك عن العالم غير قوة الإماتة اللي بيديها للروح، بيديها لك الروح القدس. عشان كده وإحنا بنتعمد في جرن المعمودية بنغطس بنموت علشان نقوم، ونقوم في جدية الحياة. جميلة قوي في جدة الحياة أو جدية الحياة، معناها أن أنا عايز أدخل للعمق مع المسيح في قوة موته وقوة قيامته. علشان كده لما كنتش بدأت في صوم يونان، وده معناه أن يكون أصلا أنت داخل الصوم وأنت بادئ، لأن احنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أعمال صالحة شكلها إيه؟ أعمال سماوية، أعمال إلهية، أعمال بحسب قلب الله. وده معناه إنك هترفع عينيك من عن مشغولياتك بالجسد وهتركز على مشغولياتك بالروح. هل يا ترى بديت المرحلة دي في حياتك ولا لسه؟ هل بديتها من صوم يونان أو من قبل صوم يونان وأدركت إن حياتنا مستورة في المسيح في قوة موته وقوة قيامته، وإن إحنا أيمين فيه بقوة قيامته، وكما قام يسوع المسيح من بين الأموات نقوم نحن أيضا. أنت كمان قمت، قام وأقامنا معه. علشان كده الصيام هو إعلان قوة القيامة. إيه ده؟ طب ما احنا نصوم الصوم الكبير ولسه القيامة جاية. لا، ده قلب قائم لله، زي ما بيكتب معلمنا بولس الرسول كده لتلميذه مساوس ويقول له أقم نفسك لله. فكل مسيحي حقيقي الصيام معناها أنه قرر أنه يقيم نفسه لله، يقيم من كل سقوط، يقوم من كل ضعف، يقوم من كل أفكار العدو، يقوم من كل قيود الشر، يقوم من كل قيود النجاسة. شخص قائم، مفيش واحد ميت يقدر يصوم، مفيش واحد لسه محبوس في سجن الجسد في سجن أمور العالم ويقدر يصوم. الصيام فكاك حرية. الله، ايه ده عكس ما احنا فاكرين. ده الناس فاكرة ان الصيام قيد وان الصيام روتين وان الصيام واجب وان الصيام فرض. لا، الصيام حرية. الصيام حرية بمعنى انك بتقدر تختار انك تكون صايم، بتقدر تختار انك تقول لجسدك لا، بتقدر تختار انك تقول لبطنك لا، بتقدر تختار انك تقول لذهنك لا. الصوم فرصة تتعلم فيها انك تدير نفسك، انك تتحكم في نفسك. وحاكم نفسه خير من حاكم مدينة. عشان كده ناس كتير مش قادرة تصوم. ليه؟ مش قادر يتحكم في رغباته، مش قادر يتحكم في غرايزه، مش قادر يتحكم في جوعه. علشان كده الصوم مش إجبار، دي حاجة مهمة. الصوم انشغال. يبقى احنا بنستعد، او في اسبوع الاستعداد ده احنا بنفهم ان الصوم هو تكميل الرحلة، تعميق الرحلة اللي احنا بادينها مع ربنا. انا بادئ معاك يا رب، انا حاطط ايدي في ايدك يا رب، انا همشي معاك الرحلة، وتيجي علي الاصوام تخليني اعمق رحلتي معاك، اعمق علاقتي بيك. يا اما اذا كنت حاسس ان الوقت اللي فات ضاع منك من غير ما تبدأ مع ربنا، ضاع منك من غير ما يكون في علاقة شخصية بينك وبين ربنا، ضاع منك وانت كنت بعيد وكنت ضعيف وكنت مقيد، اقول لك تعالى النهاردة ابدأ مع ربنا. تعالى في بداية اسبوع الصوم ده، في بداية الصوم ابدأ مع ربنا وقول له رب انا هبدأ معاك، انا هبدأ معاك بعلاقة حقيقية، انا هبدأ معاك بعلاقة شخصية، انا هبدأ معاك زي ما بتقول الاناجيل بتاعت الاسبوع الاول، ادخل مخدعك واغلق بابك. انا هبدأ يا رب اعمل علاقة مع ابويا السماوي اللي بقول له يا ابانا الذي في السماوات. علشان كده الصيام ببدأ علاقة جديدة مع ربنا. بس من فضلك ما تبقاش شخص موسمي. يعني ايه؟ يعني هو الصيام جه فتبتدي تركز، بعد الصيام ما يخلص تضيع التركيز. لا، ده احنا بنبدأ علاقة عشان تستمر العلاقة، تبقى علاقة زيجية، علاقة اتحاد بربنا، علاقة استمرار مع ربنا، علاقة جوع واشتياق وعطش لربنا بتستمر معاك. وكل ما تجوع روحك لله وتبتدي تحس بحضوره وتشبع بحضور ربنا وتتلامس مع حضور ربنا، هتدخل في المرحلة اللي بعد كده في الصيام اسمها ايه؟ الانشغال. ما أجمل صوم الانشغال، مش الانقطاع.
ناس كتير جدا فاهمين ان الصيام هو الانقطاع عن الطعام، فمركزين قوي على فاضل قد ايه ونفطر، فاضل قد ايه وناكل، يا ترى القداس خلص ولا لسه علشان ناكل. لكن الصيام انشغال مش انقطاع. يعني يعني ما جربتيش في مره كده وانت بتعملي اكل وانت مشغوله في المطبخ نسيتي تاكلي، عملت كوبايه الشاي وركنتيها جنبك ومن كتر ما انت مشغوله ما شربتيش كوبايه الشاي، وانت كمان وانت واقف في الورشه بتاعتك ولا وانت بتعمل حسابات ولا انت قاعد على اللاب بتاعك بتعمل شغل او بتشوف حاجه، انشغلت وسبت فنجان القهوه بتاعك، انت سبت الحاجه اللي انت طلبتها وعملتها وبقيت موجوده ونسيتها ومشربتهاش. ممكن تنسى تاكل، ممكن تنسى تشرب، ده انت ممكن تنسى حتى لو كان في حد يعني مدمن حاجه معينه ممكن ينساها لو هو مشغول. مره رحت الواحد اصلى عنده حاجه لقيته حطت السيجاره قدامه والسيجاره خلصت وما شربش منها حاجه خالص، فبقول له ايه ده انت سايب السيجاره يعني كده؟ قال لي يا انشغلت ونسيتها. فالصيام انشغال بالمسيح، انشغال بابديتك، انشغال بربنا. الانشغال ده بربنا بالمسيح بينسيك العالم، فانت مش بتفتكر انت هتاكل ايه ومش هتاكل ايه، انت بتفتكر انك مشغول بربنا. فانشغالك بربنا وحبك لربنا بينسيك العالم. ممكن يجي الوقت اللي انت كنت محدده عشان تفطر وتنسى انك عايز تفطر بسبب انك مشغول بربنا. علشان كده احنا محتاجين ننشغل بربنا، احنا محتاجين نقعد عند قدمين ربنا. ده وقت في الصيام تقعد عند رجلين ربنا زي مريم كده وتتأمل فيه، ده وقت تقعد تسمع كلامه، ده وقت تفتح الإنجيل وتقعد قدام الإنجيل وتقرا صحاحات طويلة وتقول له رب جعان، مش شبعان يا رب من القراية في كلامك، يا رب كلمني، مش شبعان من الصلاة، كل ما بجيب أقول مزمور أحس إني جعان لمزمور كمان، مش عارف أوقف صلاة. فالصيام مش إجبار والصيام مش انقطاع، الصيام انشغال بربنا. يا بخت القلب اللي مشغول بربنا. يبقى إذن الصيام هو تكميل الرحلة بتاعت العلاقة مع ربنا، لأني أنا في المسيح، أنا عندي علاقة مع المسيح، أنا خليقة جديدة في المسيح، علشان كده أنا مكمل. وفي الصيام بعمق علاقتي معاه، بكبر علاقتي بيه، بدخل للعمق معاه. الحاجة التانية لو ما كنتش بدأت العلاقة دي فالصيام ده بداية توبتك، بداية انك تقول له رب انا هبدأ معاك بداية جديدة، بوقفة جديدة في حياتي، بتغييرات جديدة في حياتي، هبدأ معاك. وأحب أقول لك حاجة مهمة، الصيام بتاع يونان اللي بيجهزنا للصوم الكبير كان 3 أيام قليلين قوي، بيكلمنا عن شعب بحاله قدم توبة، وشفنا فيه حاجتين مهمين، شفنا قلب الله الأبوي اللي مليان حب، اللي عنده استعداد يغفر ويقبل ويرفع غضبه ويسامح ويفتح صفحة جديدة ويفتح الباب من جديد، وشفنا شعب بيستجيب لدعوة الله ويفضل صايم ويصلي ويطلب رحمة ربنا. وأنا عايز أقول لك إحنا في الصيام ده محتاجين نعمل كده، نثق في حب الله ورحمته وصلاحه، ونيجي وإحنا متكلين تماما على محبة الله ورحمة الله وصلاح الله. وجميل قوي وانت واقف تصلي تفتكر المرد الجميل ده بتاع الشعب اللي بيقول إيه؟ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. دي تشجعك جدا. انا بشجع كل شخص، الشيطان بيقول له ربنا مش قابلك، الشيطان بيقول له ده انت عملت خطايا كتير قوي، الشيطان بيقول له ده انت بقالك سنين واقع في الخطيه، هتروح لربنا ازاي؟ ده انت بقالك سنين لا صليت ولا رحت كنيسه ولا تناولت ولا قعدت معاه باعترافك، هتروح لربنا ازاي؟ اقول لك تروح لربنا ازاي، تروح لربنا وتقول له رب كرحمتك وليس كخطاياي، انا عايز ابدا معاك في الصيام ده، انا مشتاق لك بس الخطيه واقفه بيني وبينك، انا يا رب عايزك بس مكسوف منك. وربنا يقول لك طب تعالى زي الابن الضال كده، تعالى وانا هحضنك وانا فاتح بابي ليك وانا اللي هركض وهجري عشان استقبلك. عشان كده جميل قوي ان يكون الصيام ده بدايه خطوه جديده مع ربنا، جميل قوي ان الصيام ده يكون بداية انشغال بربنا، جميل قوي ان الصيام ده يكون بداية اعلان حرب. ايه ده صعبة دي، اعلان حرب؟ ايوة احنا في حرب،
احنا في حرب مع عدو الخير، احنا في الحرب مع مملكة ابليس. عشان كده الكنيسة بتخلينا نصلي كل يوم، كل يوم انت بتعلن كده وتقول اعطيتنا سلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو. ايه ده؟ الكنيسة عايزة تقول لك خلي بالك انت في حرب، خلي بالك لإلا ابليس ياخد اكليلك، خلي بالك لإلا ابليس يضيع حياتك الابدية. ده اذا كان هذا المتجرئ ابليس المشتكي ده البلعون ده راح يحارب رب المجد يسوع نفسه، راح يحارب رب المجد يسوع نفسه. لكن الجميل ان ربنا يسوع انتصر عليه وغلبه. وعلشان كده انت اعلن حرب على العادات الشريرة والرديئة اللي في حياتك، اعلن حرب على كل قيود حطها على حياتك عدو الخير، اعلن حرب على كل مكان امتلكه عدو الخير، وقول له يا رب في الصيام ده انا برد نفسي ليك، انا في الصيام بسترد نفسي ليك وبسترد يا رب كل الاراضي اللي خدها ابليس، ويا رب انت تسندني بروحك وتعلم ايدي القتال وتخليني اقف كده وصارع مع الخطيه وصارع مع الشيطان، واقول لا تشمت بي يا عدوتي لاني ان سقطت اقوم وان جلست في الظلمه الرب ينير لي. وافتكر دايما ان رحمة ربنا هتسددك ورحمة ربنا هتحيط بيك. كل سنة وانت طيب، ربنا يدينا صيام مبارك، ربنا يدينا في الصيام ده نعمة وقوة ومعونة. لكل المجد والكرامة من الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها، أمين. رجعنا وبنكمل حلقتنا بعد ما سمعنا التأمل المبارك على فم أبونا غطاس. وفعلا يعني الأيام دي محتاجة أنه نكون بنعلن حرب على إبليس ومملكته ونسترد كل اللي سلبه مننا. وإحنا بنصلي وبنقول أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرنا شيء. تمام. وأبونا يعني كما نركز على أن إحنا الصيام ده إعلان حرب، وعادة الحرب بتبقى عايزة استعداد. ونحن وطبعا الأسبوع اللي إحنا فيه ده أول أسبوع في الصيام الكبير، صيام الاستعداد. وربنا دايما بينادي علينا، يعني لأنه بنبقى في حالة غفلة، في حالة نوم، لكن ربنا عادة بينادي علينا. احنا في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن كم مرة يعني عن رسالة لأهل يونان، كانت رسالة حب أهل نينوى. كان بعتها ربنا مع يونان لأهل نينوى رسالة حب برضو للرجوع. تكلمنا المرة اللي فاتت عن مملكة الله الهوزة بالعدل يملك ملك، والانضمام للمملكة دي مملكة العدل والحب والرحمة والسلام اللي احنا مفتقدينها هذه الأيام. النهاردة كمان ربنا بيقول لنا استعدوا، ومع يمكن زيادة غفلتنا، يمكن مع الاستهانة بالرسائل، ربنا بيوجه لنا رسالة النهاردة، رسالة عتاب. يعني انت انا يعني بيقول لي انت مستني ايه النهارده علشان ترجع؟ ادي العالم حواليك، ادي الانذارات، ادي العلامات، ادي الوضع المخيف، واحنا يعني اتكلم عني انا لسه ما سمعتش ولسه سادد وداني. فهقول كم ايه كده من رساله او سفر اشعياء، اشعياء واحد، وكم رساله عتاب في كم ايه، بعدين نبدأ نصلي. بيقول كده: اسمعي أيتها السماوات وإصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ده أشعياء واحد آية 2. اسمعي أيتها السماوات وإصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. الرب بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. دي آية افتتاحية كده فيها كل العتاب. يعني كان ربنا بيقول ايه؟ بيقول انا كان ربنا بيقيم قضيه ويحضر شهود، والشهود هم السماء والارض. فبيقول انا ربيت بنين، يعني الخليقه اللي انا خلقتها وصنعت يدي رعيت واهتميت ومن خيري وتكلمت وناديت وكل اللي عملته المفروض، وكل اللي المفروض يتعمل عملته. لكن بيقول ايه؟ ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه. فبقول للسماء اشهدي. قبل كده قلنا تكلمنا للسماء اكشعري. ليه؟ لأن الشعب عمل شرين،
النهارده ربنا بيقول للسماء اشهدي ايتها السماوات والارض ان البنين اللي انا ربيتهم ونشاتهم عصوا عليا. فيها يعني، وطالما ربنا بيعاتب يعني فيها شيء من يعني في عشم لسه يعني بالبلد كده، وفي امل، وفي يعني امل الرجوع، وفي امل للتوبه. مرماش توبتي، مرماش لسه الحب موجود، ولسه يعني يعني ربنا يعلم. العتاب عاده بيبقى ايه؟ للمصالحه او لازاله سوء الفهم او لازاله الخلافات. فربنا بيبعت رساله عتاب النهارده، الولاد والبنات اللي انا نشاتهم وربيتهم عصوا عليا. دي اول ايه بتكلم فيها ربنا في اشعياء صح واحد. وبعدين بيبعت كمان يعني رساله تاني فيها عتاب لكن شديده اللهجه شويه. في ايه 3 بيقول ايه؟ انا هقرا بسرعه بس عشان انا عايز اقول ان ربنا عايزنا نستعد، عايزنا نفوق، عايزنا نرجع لان الوضع خطير. فبيقول ايه: السور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. يعني السور يعرف الايه صاحبه، والحمار بيعرف المكان اللي بيروح ياكل فيه مهما انتهى، مهما بعد، مهما المسافات طولت، ومهما كانت المسافات دي، يرسل يعني يرجع تاني للمكان ايه اللي لقى فيه اللي لقى فيه اكل وشبع، حتى لو كانت المسافات طويله وحتى لو كان الوقت طويل، لكن يعرف المكان اللي هو اكل منه. اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. رساله عتاب، رساله عتاب شديده اللهجه، لكنها احنا محتاجينها، لكن احنا في اشد الحاجه ليها. لكن محتاجين ان السماوات والارض اللي بتسمع وتشهد علينا النهارده، الرب بيقول لنا شوفوا اللي بيحصل، انظروا افهموا، ميزوا الاوقات والازمنه. وبعد كده يقول ايه في ايه 4 بقى: ويل للامه الخاطئه، الشعب الثقيل الاسم، يعني خطيته تقيله وحمله تقيل واسامه تقلت على اكتافه، نسل فاعليه الشر، اولاد مفسدين. يقولوا ايه؟ تركوا الرب، وبعد كده ايه؟ استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى وراء. ايه 4 برضه فيها عتاب، عملوا ايه؟ تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى وراء. ربنا بيعاتبني النهارده تاني، بيقول لي تركك للرب والاستهانه بقدوس اسرائيل والارتداد الى الوراء. ده انت ماشي، انت راجع لورا، انت راجع للخلف، انت راجع يعني انت بتتدحضر يعني بالبلدي كده. فتركوا الرب، استهان بقدوس اسرائيل. وايه واضحه ومعلنه في الكتاب بيقول: الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت انا سيد فاين هيبقى. استهان بقدوس اسرائيل. اذا كان الابن بيكرم اباه في الارض هنا والعبد يكرم سيده، فربنا بيقول ان كنت انا ابا فاين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ استهنت بقدوس إسرائيل، سامحني يا رب. أيوه. استهنت بمحبتك، سامحني يا رب. استهنت بطول أناتك، سامحني يا رب. استهنت بصوتك، إن سمعتم الآن صوته فلا تقسوا قلوبكم. وصوت الرب هذه الأيام معلن بشدة، حروب وزلازل وأوبئة. صوت الرب على يعني ربنا بيقول لي يعني افتح الودن، افتح ودانك واسمع. وبعد كده بيقول علامات تضربون بعد. يعني على ما تضربون بعد، يعني الضربات شديده اهي، والعالم على فوات نار زي على فوات بركان. يعني اعمل ايه؟ يعني العالم بيشهد عن نفسه، والضربات فيه والازمات فيه والضيقات فيه. وعلى كده بقول كل الراس مريض وكل القلب سقيم، من اسفل الى الراس ليس فيه صح. يعني الوضع بقى سيء جدا، لكن يعني شرع الراس طبعا للفكر والذهن والاختيار والقرار. يعني ربنا النهارده عايز يقول لنا النهارده خلينا على استعداد، خلينا حكماء زي ما يقول الكتاب: مفتدين الوقت كونوا كحكماء لا كجهلاء. مفتقدين الوقت، لان مفتدين الوقت لان الايام شريره، الايام شريره. نعم. كونوا كحكماء. نعم. لكن عشان تكونوا تفتدوا الوقت لان الايام شريره. آية تانية في المثال بيقول لك: الذكي يبصر الشر فيتوارى، الاغبياء يعبرون فيعاقبون. طب في شر اكتر من اللي احنا فيه ده؟ الذكي
كونوا حكماء، خليك ذكي. نوح كان ذكي، واخذ ولاده وعيلته دخل الفلك وراح انقذ نفسه، كان ذكي كان حكيم. وليله الفصح شعب اسرائيل برضه في ليله الفصح ربنا دعاهم قال له خشوا بيوتكم، واذا جاء الملاك المهلك يرى الدم فيعبر فيعبر. انا في النهارده حكمه وعقل راجح وقرار سليم اني ادخل الفلك واستخبى في دم المسيح واقبل ملك المسيح على حياتي واقبل واستجيب وتجاوب مع رسالة العتاب. في الآخر برضو في آية 18 من نفس الإصحاح بيقول كده وبيختم، يقول أولا أنا هختم في الحتة دي يعني، يقول هلما لا تحاجة يقول الرب. دعوة للكلام للمشاورة والمناقشة، إذا كنت مقتنع أن خلاص يعني خطيتك هتبهدلك أو الطريق اللي أنت ماشي فيه خلاص تعبك، هلما نتحاجج يقول رب إن كانت خطاياكم كالقرمز رغم كل العتاب ده ورغم كل البعد، بس يا ربنا فتح الباب قول إن هلما نتحاجج، تعال نتكلم. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كان المعنى قريت جملة كده تفسير لهذا المعنى، بيقول لما ربنا بيقول كده بيقول هنا الرب كقاضي وقد نزل عن كرسيه وجلس بجانب المذنب وأخذ يكلمه باللطف ويظهر له عظمة ذنبه ويحرضه على الإصلاح ويعده بالغفران التام والبراءة، بشرط أن يعده بأن لا يعود يخطئ تاني. قاضي وقد نزل على كرسيه وجلس بجانب المذنب، هلما نتحاجج يقول الرب، في وعد بالمغفرة، في وعد بالصفح، في وعد بالإبراء، في وعد بزمن جديد تعالوا، في وعد بالتطهير، في وعد أنه يغسل القلب والذهن، في وعد أنه حتى لو كنت بقالي سنين، لكن الرب النهاردة بيقول هلما نتحاجج يلا تعال نتكلم. ربنا بيدعونا النهاردة أحبائنا المشاهدين نصلي عشان كده هم نتحاجج، نفتح المخادع ونقعد مع الرب القاضي العادل اللي يقعد جنبنا ويحكي معانا ويقنعنا بخطورة اللي احنا فيه. يا ريت النهاردة نكون نتجاوب ونكون في حالة استعداد مع الأسبوع الأول من الصيام الكبير. أمين أمين. اسمح لي أصلي النشأة. اسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. أباركك يا رب وأعظمك، أشكرك أشكرك لأن أبوابك مفتوحة، أشكرك لأنه أنت قلت كده هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. يا رب أشكرك لأنه أنت ما يئستش مننا وأنت لغاية آخر وقت يا رب ولغاية دلوقتي فاتح أبوابك وفاتح أحضانك وعمال تنادي وعمال تدعو أنه نكون بنيجي ونرجع. يا رب ادينا كده نكون لينا اذان صاغيه وتكون لينا رب عيون مبصره وتكون لينا قلوب تايبه وقلوب حابه انها تكون بترجع وتميز. يا رب انت بتتكلم من احداث كتيره بتحصل حوالينا، اي نعم انت مش السبب فيها لكن انت يا رب بتتكلم من خلالها ان نكون بنفوق ونرجع. ايوه يا رب الايام شريره، الوقت مقصر والايام شريره. ادينا يا رب نكون حكماء وليس كجهلاء، ادينا يا رب نكون بنرجع ونحتمي في الفلك في فلك يسوع ونكون بنستخبى فيك ونتغطى بدمك وبتوب برك ونقول لك يا رب كده توبني إليك فنتوب، توبنا إليك فنتوب. يا رب ادينا يا رب كده نكون بنكره الخطية، ادينا نكون بنرفض الخطية اللي فصلت وحجبت بيننا وبينك. يا رب خيرك كان مغطينا وخيرك وجمايلك يا رب علينا طول العمر وطول الأيام والسنين تشهد، السنين وكل الماضي يشهد عن أمانتك وعن صلاحك، لكن يا رب أنكرناك وأعطيناك الكفة للوجه. يا رب سامحنا يا رب سامحنا يا رب سامحنا. يا رب أنا بطلب كده أنه كل أساوة في القلب تكون بتدوب الآن. يا رب أنا بطلب أنه كل محبة للعالم مبردة محبتك في قلبي، أنا بتوب يا رب عنها، أنا بتوب يا رب عنها. أنا وكل حد من أحبائنا رب المشاهدين بنتوب قدامك ونقول لك يا رب كده كل محبة غريبة خلت محبتنا ليك تكون بتبرد وخلتنا نكون بنديك القفل الوجه، يا رب بطلب كده اليوم إنك تكون بتفضحها
لأنها زائلة ومش حقيقية ومش هتكفي ومش هتنفع تكون بتكمل معايا كل الأيام وطول العمر. يا رب بتوب قدامك، بتوب قدامك وبرجع كده أقول لك يا رب أنا عايزة أحتمي فيك يا رب من الغضب اللي شايفاه بيحصل حواليا، لكن طول يا رب اللي يجي ويحتمي تحت ظل جناحيك يا رب بيهرب من الغضب اللي موجود خارج الفلك كده. كل اللي كان في أيام نوح هلكوا، الكل هلك، الكل مات يا رب، ما فيش غير بس نوح ومراته وأولاده اللي نجيوا لأنهم دخلوا في الفلك وسمعوا وأطاعوا ولم يعاندوا. يا رب ادينا اليوم كده أنه نكون مش بنعاند ولا نستهين بغنى لطفك وإمهالك وطول أناتك، غير حاسبين أنه ده كله علشان نكون بنتوب وبنرجع، وده كله علشان أنت بتحبنا للمنتهى أحببتنا يا رب، للمنتهى أحببتنا. يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، وادينا الايام دي نكون بنرجع ليك بكل القلب يا رب، نرجع ونحتمي فيك يا رب، ونطلب ملكك انت وحدك على حياتنا، ونقول لك يا رب يكون ملكك علينا ملك الحب وملك الرحمه وملك الغفران. اشكرك، اشكرك لانه ان اعترفنا بخطايانا فانت امين وعادل تغفر لينا يا رب خطايانا، وما تكونش الخطايا يا رب حاجز بيننا وبينك يا رب ابدا ابدا. أشكرك، أشكرك لأنك أنت تكون بتساعدنا، أنت تكون بتساعدنا في أنه كل خطايا كده القلب متمسك بيها تكون بتقبح قوي في عينينا يا رب، ونكون كده القلب بيرفضها، القلب يكون بيتجاوب مع تركاتك ويكون بيبدلك حب بحب يا رب. أشكرك، أشكرك لأنك تباركنا قوي يا رب الأيام دي. أشكرك، أشكرك يا رب لأنك أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. أمين. أمين. عايز احنا معلش يا نشأت، احنا معانا اتصال. معانا أبو فادي. ألو. ربنا يبارككم. الله يبارككم ويباركك. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. ومتشجعين قوي ببركة الأفكار اللي بتقدموها والصلاة، رائع جدا جدا. كان ليا طلب الصلاة، بس عاوز أقول قبل طلب الصلاة، كان في أم بتصلي لأجل ابنها 21 سنة وكان تعبان جدا، هو اسمه أبانوب والكنيسة كلها بتصلي، بس للأسف هي فقدته. هي أكيد هي وجوزها والأسرة اللي حواليها إن احنا نصلي لأجلهم، لأجل ابنهم الوحيد اللي توفى طبعا وقت صعب جدا ومش عارفين يعملوا إيه. كان ده سلبة صلاة. وكان في سؤال حد أعجب مني وحب يقاله كده، ممكن أقوله تعليق كده بسيط؟ اتفضل. قالوا ان انتوا قاعدين قدام الشاشه وحاطين كل واحده كمامه وبتصلوا، طب الكمامه دي يعني المفروض هم بيقولوا كده، انا بتكلم باللغه بتاعتهم استحملهم يعني. بيقولوا طب المفروض الايمان بقى يخلي الواحد بلاش يحط كمامه ويعني ربنا هو الحافظ. هم بيقولوا الكلام ده، انا حبيت انقل بس الصوره. طب انت عايز اجابه على السؤال بتاع الكمامه يعني؟ هم طبعا انا عارف ان ده طيب يعني أنا منظوم الواحد لما يكون بردان بيلبس تقيل شويه مش بيلبس نص كم لان بيخضع للطبيعه يعني. طبعا انا عارف انه ده الوضع يعني استثنائي شويه بتاع الكمامه عشان خاطر ظروف كورونا، لكن ربنا وصلنا ان احنا نحافظ على جسدنا ونحافظ على صحتنا. لن اخاف ولا نستخف، يعني بمعنى انه يعني في ايمان وكل شيء، والرب بيستخدم وسائل كتير للحمايه، ممكن يستخدم الطب، ممكن يستخدم العلاج، ممكن يستخدم الدكاتره، ممكن يستخدم الماسك، فده لا يكسر الايمان، واخد بالك؟ لكن احنا في الاستوديو هنا المكان مقفول على الاخر، ما فيش اي تهويه، والكلام لما بيكون طبعا من الفم فممكن يكون بسبب ضرر للاخرين، فاحنا بنعمل حسابنا حمايه كمان لباقي المتواجدين في الاستوديو، لان طبعا الاستوديو بيبقى استوديو مغلق. لكن عايز اكد عليك تاني ان انا مش معنى ان انا بلبس الكمامه يعني ده عدم ايمان، لكن الرب وصانا ان احنا في وسائل كتير الرب بيبعتها لنا نستخدمها للحمايه، ولا نستهين ابدا ولا نعرض انفسنا للخطر وبعد كده نقول ما عندنا ايمان او ما عندناش ايمان. اتمنى ان يكون الاجابه دي يعني
مقبولة للآخرين، لكن احنا بنقول ده وضع استثنائي وبنعمة ربنا، بس الموجة دي والظروف اللي احنا فيها دي تعدي بسلام. وحتى احنا برضو يعني في ضيوف كتير كانوا بينزلوا معانا، لكن بسبب كورونا احنا بنحاول نقلل الأعداد بسبب الظرف اللي احنا فيه. وان شاء الله هنكون يعني هنرجع تباعا الوقت اللي جاي يعني، وممكن قوي دي تكون اخر مره بنطلع بالكمامه. والعدد احنا هنا يعني مش بس على قد نشأة وانا، لكن احنا معانا يعني فريق كبير من المصورين والفنيين والكنترول، فحرصا على سلامه الجميع ولا نجرب الرب الهنا. بالنسبه لابانوب احنا عايزين نصلي علشان خاطر الابن أبانوب، انه الرب يكون بيعزي الاب والام ويكون بيرحمه ويفتح لي ابواب السماء والبر. أمين. انا كنت عايز نصلي من اجل والده ابانوب وكل احبانا اللي معانا يسمعونا. الكتاب المقدس في سفر اشعياء يقول هانذا يدير عليها سلام كنهر ومجد الامم كسال جاف. احنا النهارده نطلب يعني بيبقى احزان كتيره. نعم. وكمان اسئله محيره. ووضع مش يعني ملوش اجابه. لكن الله عنده اجابه. الله عنده اجابه. الله عنده تعزيه. الله عنده تعويض. الاجابه هتلاقيها لما انا اروح له. جاي السؤال ما يجاوبنيش عليه حرفيا. لكن يديني جوايا في نفسي سلام. يمكن اديني جوايا في نفسي تعزيه. نعم. يمكن اديني جوايا في نفسي احتمال وصبر. نعم. يديني حاجه الرب يعرف يجاوب. بس لو ما فيش سؤال ما فيش اجابه. ولو في نظرات لوم او يعني ليه كلمه ليه باسلوب كده بيبقى يعني شويه انا واخد على خاطري. بيبقى انا مش بعرف اسمع كلام مش بعرف استقبل. فأنا عايز أقول لإخواتنا وأحبانا التعزيات، الرب عنده تعزيات والرب عنده إجابات، الرب عنده حلول وراحة. نعم. لأنه لا يدعنا نجرب فهو كما نحتمل، لكن يعطي مع التجربة المنفذ. فنروح له ونخبط على بابه يدينا منفذ. نعم. يدينا راحة، يدينا سلام. عنده طرق كتيرة يعالج بها ربنا أتعبنا. أمين. ويجاوب بها على أسئلتنا. أمين. وهو صالح وإلى الأبد صالح. رحمته. أنا أتمنى أن تكون القاعدة اللي بنعيش عليها في حياتنا. نعم. وكل احبائنا اللي في ازمات في امراض. نعم. في حالات زي كده قاعده واحده هي الرب صالح. الرب بيحبني. الرب صالح، الرب بيحبني. دول يريحوني. الرب ابويا مش ممكن يسبب له ضرر او شر او يسيبني متروك. نعم. فقاعده واحده، انا محبوب والرب صالح. امين. 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 نصلي. نعم. كل احبائنا يساعدونا في الصلاه من اجل التعزيات لأم أبانوب الأسرة بالكامل. أمين. في اسم يسوع. بسم الله أبو الإبن الروح القدس لا واحد. بنشكرك ونباركك، لك الكرامة ولك الشكر ولك الحمد. نعم. أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. أنت حنان ورحيم. أنت عندك حل لحالتي. نعم. أنت عندك حل لأتعابي. أنت عندك إجابة لأسئلتي. أنت عندك تهديني وأنا محتار وانا مش فاهم. انت عندك كل الحلول. انا عايز اجيلك يا رب، فانا بجيلك ومعايا ام أبانوب وعيلت والعيله والاسره وكل الاسئله وعلامات الاستفهام يا رب والمرارة اللي جوه. من فضلك انت عندك تلمس التعب والحزن، انت عندك تلمس من جوه المراره. نعم. في اسم المسيح يسوع تحولها لسلامه يا رب. انت عندك تلمس الحزن الدفين ده يا رب وتحوله لتعزيات. ها انا ذا ادير عليها سلاما كنهر ومجد الامم كسائل جارف. فتحملون وعلى الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. من فضلك يا رب ارسل تعزيات. من فضلك يا رب خليني اتواجه معاك يا رب واجيلك يا رب، وانا واثق ان لي عندك منفذ ولي عندك راحه ولي عندك يا رب إجابات تريحني. في اسم المسيح يسوع ترأف وإلمس وإرفع. ويا رب احتضن يا رب أختنا يا رب، احتضنها بالمحبات وبالمراحم، اشفي أتعابها يا رب في اسم المسيح يسوع.
وبارك اسمك لأنك عظيم، وبارك اسمك إن احنا مش متركين للأحزان ولا للألم ولا للأوجاع يا رب، لكن أنت صالح إلى الأبد، رحمتك كل الكرامة والمجد ليك. أمين أمين أمين. احنا برضو عايزين نصلي علشان خاطر سلام العالم من يعني الأحداث اللي بنمر بيها، يعني متوقعين انه تبقى حرب وامور صعبة ومجاعة واحنا بنتكلم يعني ونشكر ربنا واحنا في اوقات دلوقتي الصيام وبداية الصوم الكبير. جه شخص قال لنا حامية، يقول الكتاب انه جاء حناني واحد من اخواتي هو ورجال من يهوذا فسألهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي، قال له اخبارهم ايه؟ وعن اورشليم، فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار. يمكن ده يمكن حال العالم دلوقتي، ايه؟ خارجين من وباء ولسه ما خرجناش منه، احنا ما خرجناش، الحرب وحالات اقتصاديه صعبه جدا وغلاء اسعار، نعم هم في شر عظيم. وسور اورشليم منهدم، اسوار العالم منهدمه، حدش عارف يلم المواضيع ولا حدش عارف يكتشف علاج لكورونا ولا حد عارف يوصل لاتفاقيات ويوقف الصراع ده ونزيف الدم والقتل. وسور اورشليم منهدم وابوابها محروقه بالنار. فلما سمعت هذا الكلام عمل حاجه، قل جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء وقلت ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف. دي البدايه، دي كانت بدايه الصلاه، ايه؟ تعظيم الله فوق كل الاحداث، تعظيم الله فوق كل المواقف والامور المعقده اللي صعبه على البشر انهم يحلوها. الحافظ العهد والرحمه لو محبيه وحافظيه وصاياه، يقول له، قال له كده، لتكن اذناك مصغيه وعيناك مفتوحتين. يا رب تفضل خلي عينيك مفتوحه على العالم هذه الايام يا رب. الناس تسمع صلاه عبدك الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا لاجل بني اسرائيل، ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطانا بها اليك، فاني انا وبيت ابي قد اخطانا. عمل ثلاث حاجات لما سمعت الحال، عظم ربنا. قبل كده بقول لي لما سمعت جلست وبكيت ونحت وصمت وصليت. حد حاسس بالالم؟ في احنا دلوقتي بنسمع الاخبار حصل ايه وتاني يوم طب ده حصل ايه وايه التغيير ايه الجديد، بس نسمع اخبار، لكن ما فيش حد واقف على السور المنهدم ده، ما فيش حد واقف يقول يا رب انا برفع ايدي عشان خاطر العالم، برفع ايدي عشان خاطر الاوجاع دي، برفع ايدي عشان خاطر القتل، برفع ايدي عشان خاطر التشريد وفي البرد والبيوت الناس اللي بتسيب بيوتها. بعد كده نمرة اتنين راح عظم الرب فوق كل حدث، وبعد كده قال له يا ريت تسمع صلاتنا وتغفر خطايانا. فالنهارده احنا كل الناس الاحوال اللي احنا شايفينها، البلاد اللي بتخرب، الاطفال والنساء والناس اللي بتتشرد، القتل والدم، الحالة الاقتصادية والظروف اللي بيمر بيها العالم كله، النهارده نقول لرب تعالى ترحم علينا، نصلي لأجل الحالة الصعبة، نصلي لأجل القادة والرؤساء الرب يديهم حكمة، ونصلي انه نوصل لاتفاق يوقف نزيف الحرب ده، واتفاق يرضي الكل عشان الأمر ما يتفاقمش ويوجد يكون في حد الحرب دي. امين. والظروف الاقتصاديه اللي خايفين منها يعني. امين. اتفضل يا نشأة. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد. جاي لك معنا حامي، نقول لك يا رب ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصاياه، ان نعظمك انت الاله العظيم وحدك المخوف يا رب، انت الاله العظيم ضابط الكل، انت يا رب اللي في ايدك مقاصير الامور، انت اللي بيدك كل الاشياء يا رب، انت اللي تقول كن فيكون يا رب. نعم من فضلك يا سيدنا نعليك فوق كل احداث مؤلمه، نعليك فوق كل
أزمات بنمر بيها، نعليك ونرفع اسمك ونقول لك أنت عظيم فوق كل المشاكل اللي بمر بيها العالم يا رب. من فضلك تراقف علينا، من فضلك اسمع علينا النهاردة، من فضلك النهاردة اسمع صلاتنا يا رب، من فضلك النهاردة ادي ركب منحنية لملايين يا رب. لا نستهين يا رب ولا نترك الأمر لمجرد أحداث بنسمع عنها وأخبار بنسمعها، ما يكونش لنا دور النهاردة جايين لك نجلس ونبكي وننوح ونصوم ونصلي عشان خاطر سلام العالم يا رب، عشان خاطر القتل والدم، عشان خاطر الظروف الصعبة اللي بيمر بها الشعوب يا رب، عشان خاطر التهجير، وعشان خاطر يا رب التشريد، عشان خاطر النساء والأطفال، عشان خاطر يا رب انه يا رب انت اللي مكتوب عنك مسكن الحروب الأقصى الأرض، انت اللي بيدك تسكن الحروب يا رب. وانفشلت كل المساعي، وانفشلت يا رب الطرق البشرية يا رب، لكن انت اللي مكتوب عنك مسكن الحروب الأقصى الأرض، انت تؤمر في اسم المسيح يسوع. اسمع النهاردة لينا من فضلك، اغفر خطايانا على ما صنعناه بإيدينا، اغفر خطايانا من أجل ما نحصده من زرع يا رب، زرعناه من حقد وغل وأطماع وكبرياء، في اسم المسيح يسوع ارحمنا، ترأف علينا، انظر إلينا بعين الرافة، في اسم المسيح ادي نعمة وحكمة للقادة، نعم يسعوا للخير يا رب ولا للشر. أمين. ادي يا رب حكماء يا رب يكون على طاولة الاتفاقيات يا رب والمشاورات يا رب، انهم يكون يا رب اتفاق يا رب يوقف هذا النزيف في اسم المسيح يسوع. نعم طالبينك يا رب، طالبينك يا رب، انت تعلم ما يمر به العالم في اسم المسيح يسوع. نباركك يا رب، نشكرك من أجل صلاحك، نشكرك من أجل أنك أنت مكتوب عنك رب الجنود معنا، أنت معانا ضد كل المواقف الصعبة دي، أنت معانا ضد الأوقات والأزمنة الصعبة دي، أنت معانا، لكن خلينا نجيلك وخلينا نطلبك وخلينا نصرخ إليك، وتكن عينيك مفتوحتين على العالم هذه الأيام، لا تحجب وجهك عننا في اسم المسيح يسوع. أمين أمين في اسم يسوع. أفكر حضراتكم أنه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي بتظهر، وكمان متواصلين على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. طلبت صلاة من أجل مرسى تعبانة نفسيا ومش بتنام بالليل، الرب يشفي نفسها ويعطيها راحة وسلام. اتفضل يا نشأة. يقول كتاب إله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعم. إله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. أمين. اكتئابات، قلق، أيوة، توتر، مخاوف، أزمات نفسية، بس الرب يقدر كل جهة يدي سلام. لازم لما نطلبه، لما نروح عايزين النهاردة فعلا نلبي دعوته، عايزين النهاردة نكون نترمي في حضنه، لأنه يعني إيه الكتاب بدل مناص، يعني ما فيش فايدة، ما فيش حل، ما فيش يعني ما فيش وسيلة تاني غير إن إيه إن أنا أجيلك. طب أنا ممكن أعالج حاجة يعني في مقدوري، يعني أعالجها مشكلة، لكن جوه نفسي في تعب، مين يقدر يوصل له؟ هو لوحده يشفي النفس ويكبر الكسر وينزع المرارة ويطيب الخاطر ويجيب دهنة زيت كده على كل جرح ويصبها. تعال نصلي. نبارك اسمك ونشكرك، أنت تعلم يا رب، أنت تعلم. بتبقى في أتعاب وفي جروح وفي أزمات نفسية وفي أمور أنا مش بقدر أتغلب عليها، ويمكن ملهاش حل عندي، يمكن حاولت كتير أهرب منها، حاولت كتير، يمكن يمكن دورت على علاج، يمكن دورت على أتفرح نفسي، لكن يا رب وحدك اللي أنت تيجي بزيت وخمر على كل جرح، على كل تعب نفسي، على كل انحناء موجود جوه، انت بنفسك يا رب، انت بنفسك عارفني وفهمني، انت بنفسك طبيب نفسي، انت بنفسك يا رب تشفي الاعماق يا رب، فانظر لبنتك يا رب، كل تعب وكل حيرة وقلق وعدم قدرة على النوم في اسم المسيح يسوع، في اسم المسيح يسوع احتضن بنتك، تسكن في ظل العلي. نعم، لان مكتوب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. نعم يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا إلهنا القدير، بنتك تسكن في ظلك،
فلا يصيبها رب العدو بسهام الخوف والقلق والتعب النفسي. اقترب إلى نفسها فكها في اسم المسيح. اقترب إلى نفسها فكها. نعم في اسمك المبارك لك الكرامة والمجد. أمين. أمين أمين. إحنا في أمس الحاجة الأيام دي إن نكون بندخل ونحتمي في ظل جناح الرب. أمان. سلام المسيح. أرجو الصلاة من أجل أستاذ كريم والد صديق قريب يرقد في المستشفى، لديه انتفاخ في منطقة الأذن من شهور وبيعمل فحوصات، الأطباء أخذوا عينة وبيشكوا أن لديه مرض خبيث، والنتيجة النهائية يوم الحد. الرب يتراءف ويكون مرض بسيط ويشفى منه بقوة إلهنا صانع المعجزات واهب الحياة. أمين أمين. أختنا إلهام من فريق الصلاة هتشاركنا الصلاة، تفضل يا إلهام. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعظمك يا رب لانك نشلتني ولم تشمل لي اعدائي. يا رب الهي استغثت بك فشفيتني. يا رب اصعدت من الهاوي يا نفسي، احييتني من بين الهابطين في الجبن. نعم يا رب ابنك كريم بيستغيث بيك وينال يا رب شفاء. استلمه واستلم النتائج يا رب تكون مطمئنه وقلبه يرتاح يا رب من كل قلق وخوف، يثق في شخصك وفي حبك، لأن الحب يا رب يطرح الخوف إلى خارج. استلم القلق يا رب، استلم وإلمس كل يا رب حاجة تعبانة جواه وقلقانة وخايفة، يكون يا رب بيثق في ذراع الرب القديرة الرفيعة، أن كل الذين لمسوك يا رب نالوا الشفاء. اعطي ابنك يا رب أن قلبه يتملي بالإيمان والثقة في شخصك، لأنك إله قدير وصانع الآيات والمعجزات وحدك، إله أمانة لا جور فيك، إله محبة، إله رعاية. استلم كريم يا رب ونتائج التحاليل، نثق ان كل الاشياء تعمل معا لخير. كريم يا رب نعظمك ونعطيك كل المجد والسلطان اجل شفاعه ام النور العذراء مريم وجميع مصاف قدسيك وبركه الصوم المبارك. اسمع واستجيب يا رب. امين امين امين. مكتوب ارسل كلمته فشفاهم. خلينا قريبين من الكلمه اللي تكون بتصنع شفاء للروح وللنفس وللجسد. أنا نفسي أرجع لربنا ومش عارف، أو عارف بس مش قادر، ممكن تذكروني في صلاتكم؟ تفضل يا نشمة. أمين. يقول الكتاب كده، يسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلم أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. أمين. رب يعني يا رب عنده يعني في مسؤولية تجاه اللي طالبينه، دي مسؤولية الله للناس اللي طالباه، للقلوب اللي حابة ترجع، للناس اللي كل واحد جوه قلبه ونيته إن عايز يعيش معاك يا رب، بس يمكن مش قادر، أو يمكن حابب حاجات كتير في العالم، أو يمكن في حاجات كتير بتعطلني، أو يمكن أسباب كتير، لكن الوعد المشجع في أشعياء 42، أنا العمي دول في طريق أسيرهم في طريق لم يعرفوا، حتى لو كانوا مش شايفين لكن أنا هخليهم يمشي في الطريق، في مسالك لم يدروها أمشيهم. والظلمة اللي حواليهم أجعلها نور، والمعوجات اللي بتخليهم يتزعزعوا مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. أشرق على الجالسين في الظلمة وذلال الموت وقطع كل قيودهم. رب ليه مسؤولية تجاه الراجعين لي، بس المهم نكون ايه؟ راجعين. امين. هو اسم اخونا ما فيش اسم. نصلي نصلي. امين. بارك اسمك واشكرك من اجل محبتك، اشكرك من اجل انك تلمس قلوب نفسهم ومشتاقين وطالبين وعايزين يرجعوا لك، وان كانت ارادتهم ضعيفه، وإن كانت يا رب حواليهم تحديات، وإذا كان يمكن محبات العالم اتمكنت منهم، وإذا كان إبليس تعبهم وأيدهم، وإذا كان يا رب يمكن نفسهم يرجعوا يمكن، لكن رب حاولوا كذا مرة ويمكن فشلوا. في اسم المسيح يسوع أنا بسألك يا رب، امسك بيد ابنك يا رب، ساعده، فلك نور قدام الطريق يا رب، سهل سبل من فضلك يا رب. نعم يا رب عرفوا اسمك يا رب وترقف عليه،
اظهر لي محبتك وابوتك، امسك بيمينه في اسم المسيح يسوع مشيه. نعم يا رب، اجعل الظلم امامه نور يا رب، والمعوجات مستقيمه. نعم انت تفعل كده ولا تتركه في اسم المسيح يسوع. ابنك يكون ليك، يكون قدس ليك في اسم الرب يسوع. نعم انت اللي قلت لنا كده، اعطيهم قلب لحم. نعم ادي لابنك قلب لحم يا رب. نعم في اسم، اجعل روحك في داخلهم. نعم يا رب اجعل روحك في داخله يا رب. نعم يا رب في اسم المسيح ادي له قلب جديد في اسم الرب يسوع. كل قلب جديد يا رب، مبارك اسمك، من اجل النهارده تكون بدايه جديده وتعاملات جديده ونور جديد وحياه جديده. نعم في اسم المسيح. وابنك يستطيع بيك، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني على خطيتي، على تحدياتي، على كل محبه غريبه. نعم الذي يقويني، نعم في اسم المسيح، على كل فشل وعن كل مره حبيت ارجع ويمكن ما قدرتش، لكن النهارده استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. نعم مبارك اسمك. امين امين امين. انا عايزه اقول حاجه لاخونا اللي بيقول نفسي ارجع لربنا ومش عارف. يعني في امور انا محتاج اكون بقفل عليها، وفي امور انا محتاج اكون بنفتح عليها، لكن ما ينفعش ان تفضل الدنيا زي ما هي واقول انا نفسي. انا محتاج انه الامور اللي بتسرق مني حاجات في الرؤية، في السمع، في عادات معينة بتبقى فيها كلام لا يليق، بتبقى في مشاهدات معينة بتسرق حاجات يعني طهارة، وبتسرق قداسة، وبتسرق فرحة حقيقية. يا ريت الحاجات دي نكون بنقفل عليها ونرجع نتفتح على القعدة مع الإنجيل، القراءة في الكتاب المقدس، الصلاة، وسائط النعمة. فأنا محتاج أني أكون يعني أبتدي الأول أعمل كده بنفسي، أني أكون بقفل الأبواب اللي بتسرق مني، أني أكون ابن ربنا. الأبواب اللي مفتوحة للعالم، للصداقات السيئة، للمشاهدات اللي لا تليق، أكون أنا بعمل كده، باخد القرار دوت، وابتدي أقول يا رب أنا عايز أكون يعني ثبتني في الطرق اللي تكون لخير حياتي. ويمكن في الأول هبقى بقرأ في الإنجيل وأنا مش فاهم، بس بعد كده لما الرب بيلاقي إن القلب عايز ومشتاق هيكون بيمسك بإيدك ويساعدك. الروح القدس اللي ساكن فيك هيكون بيساعدك إنك تكون بتفهم، وهيكون بيلذذ قلبك بالقعدة مع الرب ومع الكلام الكلمة في الكتاب المقدس. لما تروح تحضر قداس، لما تتناول الوقت دوت، يعني الرب هيكون بيعرف ياخد بإيديك ويعديك. أمين. صلاة من أجل عصام عمل حادثة وهو في العناية المركزة. أختنا أمل من فريق الصلاة هتشاركنا، تفضلي يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس، إلهنا واحد، أمين. أشكرك يا رب من أجل كلماتك الغالية يا رب لابنك. أشكرك يا رب من أجل إنك بتقول له كده، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، بالرغم من عندي يقول الرب. أشكرك يا رب لأنه مهما كانت حروب إبليس حوالين ابنك يا رب، ومهما كان الحال، يمكن الأمر بيقول حادثة، لكن أنت يا رب شايف إنه إبليس عمل في هذا الموضوع. أشكرك يا رب لأنك تحجم هذا الأمر باسم الرب يسوع المسيح. بنؤمر كده ونتحد من أجل ابنك يا رب أنك تنجيه بالكامل يا رب يسوع. إن كان الجسد ضعيف، وإن كان قوته يا رب ضعيفة، وإن كنا شايفين الأمر صعب، لكن واثقين يا رب، واثقين جدا يا رب أن روحه تكون نشيطة جدا، تسمع كلماتك ويقترب إليك يا رب بنفسه وبروحه، ويتهلل فرحا بوجودك معاه. ارسل يا رب ملائكة السلامة في كل وقت وفي كل ساعة، تحيط بي من كل جانب. أذكرك يا رب لأنه لا يقترب منه العدو أبدا، ولا يمس بسوء، لأنه محفوظ في حضرة عينك يا رب، واسمه منقوش على كفك. أشكرك يا رب من أجل أنه الوقت ده يكون وقت تمجيد يا رب، وقت مختلف. يجي الوقت اللي يقولك يا رب بسماع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. يا رب بنتحد كلنا من أجل أخونا أنك تخرجه يا رب، تخرجه من هذا الأمر ومن هذه الأمور يا رب الصعبة، تديله يا رب صحة ونجاح في كل حياته،
اديله قوة وسلطان يا رب، حتى وهو نايم وهو تعبان خليه يردد يا رب كلمات الإيمان اللي تخليه رب يقترب إليك بثقة. نطلب رب سلام لأخونا وسلام لكل اللي حواليه، سلام لنفسه، سلام لروحه، كلمات الإيمان فقط يا رب هي اللي تسمع. أي كلمات تاني من إيمان بنحطها تحت رجلينا وبنعدي وبنشوفك يا رب قادر وإله عظيم، ليك المجد وكل التسبيح والشكر. أمين أمين أمين. مكتوب: أما الجسد فضعيف أما الروح فنشيط. لما بيكون الجسد ضعيف الروح بيبقى نشيط. أمين الرب يكون بيتعامل مع الروح في الوقت دوت ويكون كده بيأسرها بمحبته فتقدر تكون بتعين ضعف الجسد. استجابة صلاة: في حلقة 14 فبراير صلينا لأخت كانت تعبانة وعندها أنيميا حادة ونسبة الهيموجلوبين وصلت 5. هي دلوقتي اتحسنت كتير وبتشكر ربنا جدا وبتشكر أسرة البرنامج وفريق الصلاة. نشكر ربنا على عمله، نشكر ربنا على إحساناته اللي هي كثيرة في كل يوم. أمين. صلاة من أجل فايزة: الرب يقبل توبتها ويشفيها من أمراض وألام جسدية. وصلاة من أجل أولادها يقتربوا من الرب. وصلاة من أجل ابن الرب للشفاء من كانسر في القولون. يعني هما التلاتة في طلبة واحدة، بس هي فايزة وأولادها وابن الرب شفى من كانسر في القولون. تفضلي نشأت. من كده في كتاب يؤتي الفادي إلى صهيون: وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. يعني الناس اللي تايبة عن المعصية والناس اللي قلبها عايز يرجع زي كده مدام فايزة وأهلها، الرب بيأتي إلى التائبين. ولكده إليكم أولا أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فالرب جاي عشان يباركنا ويساعدنا نتخلى عن الشرور. فالرب النهاردة زي ما قلنا في مسؤولية طبعا، أنت أنا أشرت المسؤولية الله أنه للتائبين يجي لهم ويساعدهم ويجعل الطريق قدامهم منور. وكمان بالإضافة لما أشرت إليه أنه كمان مسؤولية الإنسان أنه يكون بيبتعد عن الطرق الملتوية اللي ممكن تعطل حياته. أمين. فعلا النهاردة نشكر ربنا، النهاردة الرب يأتي للتائبين ويأتي عشان يردنا ليه ويستثمن طلبتنا دي النهاردة إن إحنا عايزين نرجع له. وأيضا رب يأتي ليتمم الشفاء لكل المرضى. أمين. أبونا السماء بنشكرك ونباركك، أشكرك من أجل أحضانك المفتوحة المتسعة جدا وأبوابك لكل اللي راجعين إليك يا رب. أشكرك لأجل النهاردة يا رب زمن توبة وزمن رجوع وزمن استعداد. أشكرك لأجل النهاردة يا رب أنت تشجع الكل، تشجع الكل لكل من طلبك، لكل من يا رب مشتاق يعيش معاك، لكل من طلب يا رب يكون لي علاقة شخصية حية بيك يا رب. أنت قلت كده: وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام. مبارك اسمك. أشكرك أنك بتلمس القلوب اللي راجعة لك بتعرف تغيرها، بتعرف تنقيها، بتعرف تشبعها، بتعرف تطهرها. مبارك اسمك، كرامة ومجد ليك لأجل عملك العجيب يا رب، أنك أنت تأتي إلى التائبين يا رب وتحملهم وتشجعهم وتباركهم وتثبتهم باسم يسوع المسيح. أبونا السماء بنشكرك من أجل يدك اللي بتشفي وتحنناتك ومراحمك. أنت ما زلت تقول تصنع خير. نسأل في اسم فتاك القدوس يسوع المسيح أن تجري أياته عجائب لكل مريض، لكل سقيم، لكل حد محتاج لك، لكل حد متألم، لكل حد يا رب طلبك. النهاردة بنطلبك ونقول لك يا رب لا تشق السماوات يا رب وتنزل يا رب لقبول التوبة ولتحتضن كل اللي محتاجين لك يا رب، وتشدد إرادتهم وتديهم نعمة فوق نعمة
نعم في اسم المسيح يسوع يكونوا بيقيموا في النعمة ونعمتك تأزرهم. نعم لكل طلب الرجوع إليك، وتشدد كل المتعبين يا رب في أجسادهم، نعم حسب إرادتك الصالحة الشفاء، وحسب محبتك ليهم للمعونة، وحسب يا رب قربك ليهم للتعزية والاحتمال، في اسم يسوع المسيح بارك ولادك واسندهم. نعم في أشد الحاجة إليك يا رب، مين معانا في زمن غربتنا غيرك، في أوجعنا غيرك، في ضعفنا غيرك، أنت تقوي من كل ضعف، وأنت تقيم من كل سقطة، وأنت تشفي من كل مرض، لكل الكرامة والمجد يا رب. آمين آمين آمين. صلاة من أجل الطفلة مريم، عمرها شهرين والأكسجين والسكر نزلوا فجأة وجالها التهاب رئوي، الرب يلمسها، آمين في اسم يسوع. أختنا سامية هتشاركنا الصلاة، تفضل يا سامية. الابن والروح القدس إله واحد أمين. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، إذا اكتشفت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، والهبيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. أشكرك رب وبارك اسمك وأعظمك، لأنه مريم تكون في إيديك، نتخلص مريم من الالتهاب الرئوي، تخلصها من أي تعب ومن أي مرض. أشكرك لأن وعدك لها النهاردة أنه هي فوق الأحداث. أشكرك لأن وعدك إن مشيت في النار فلا تلتخر واللهيب لا يحرق. أشكرك وبارك إسمك لأنه أنت الطبيب الأعظم، لأنك أنت قادر أن تخلص بنتك من أي تعب، من أي ألم، من أي شدة. أي رب أشكرك لأنه كده تيجي بإيديك المباركة وتضحى على بنتك، فتكون بتمد ليها يد الشفاء. أشكرك وبارك اسمك وعظمك. ادينا يا رب إن احنا نكون كده بنتمسك بوعودك، ادينا يا رب إن احنا نكون بنتمسك كده إنك أنت الولينا القوي اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. أشكرك وبارك اسمك لأنه أنت تكون بتنجي وتخلص بنتك السكر القليل ومن قلة الأكسجين. يا رب المس كده الجهاز التنفسي، يكون الأكسجين بيثبت ويكون السكر بيثبت. أشكرك لأنك تدي الأطباء حكمة وتدي الأطباء مهارة في التعامل. أبارك اسمك لأن بنتك كده بضحى في يمينك، واثقة إنك أنت يا رب كده تكون بتمد ليها يد الشفاء. أشكرك أبارك اسمك. جاي بسأل كده بشفاعة العذراء مريم إنك تسمع وتستجيب. أمين أمين أمين. ابن الرب يطلب صلاة من أجل ابنه لأنه ترك المسيح إنه يرجع تاني. أمين. ممكن أصلي أنا؟ بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب باجي أنا وأخويا نصلي علشان خاطر الابن اللي ترك المسيح. يا رب يا رب بنيجي كده ونقول لك إنه زي ما حصل مع الابن الضال، أنت سمحت إنه يكون بتحصل مجاعة علشان يكون بيجي الوقت إنه يرجع لنفسه ويقف كده ويقول أرجع إلى أبي، أرجع إلى أبي، أرجع إلى أبي، أقوم الآن وأذهب، أقوم الآن وأذهب. يا رب أنا بطلب إن روحك القدوس يا رب يكون بيعمل كده في الابن دلوقتي، إنه يكون بيلح عليه، إنه يكون بيقوم ويرجع لأبي، إنه يكون بيدرك كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. يا رب ادي كده، افتح عينيه، افتح عينيه على كل يا رب خرنوب ابتدى يكون بيشتهي ياكله. يا رب افتح عينيه على العز والخير اللي كان موجود في بيتك وفي أحضانك. يا رب افتح عينيه على كل مهانة وكل مذلة موجودة يا رب في البعد عنك. يا رب أشكرك لأنه أحضانك مفتوحة، أشكرك لأن روحك القدوس يعمل فيه، أشكرك رب لأنه أنت لا تعدم وسيلة، أنت تستخدم كل الظروف يا رب حواليه أنها تكون بترده لنفسه وتكون بتخليه كده وترد له عقله وترد له فهمه وترد له بصيرته وترد له يا رب مكانته.
يا رب أشكرك 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 رب، لأنه أنت كده تكون بتسمع لطلبات الأب وتكون كده بتشدده وتشجعه وتحط كده إيمان جوه قلبه أنه يكون بينتظر ابنه، لأنك أنت لا تعدم وسيلة رب، لا يفقد منك أبدا في اسم يسوع. يا رب بنستأمنك يا رب على الابن، وبنطلب يا رب عملك، بنطلب يا رب أنك تكون بتعمل كده كل الظروف وتهيأ كل الظروف أنه الابن يكون بيرجع رب لنفسه ولا يعاند في اسم يسوع، ولا يستهين ولا يستبيح ولا يفضل كده في عند يا رب معاك أبدا في اسم يسوع. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب. أمين. صلاة من أجل عماد عنده مشكلة مرضية في المثانة. أختنا نفين هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا نفين. بسم الأب والابن الروح القدس إلهين واحد أمين. يا أبونا السماوي نشكرك لأنك إله صالح وقدير. نشكرك يا رب لأنك جاي تقول لابنك عماد النهاردة: ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. أشكرك يا رب من أجل أنك تيجي تشرق في حياتي وفي حياة ابنك عماد، تيجي كده تنور حياتنا، تيجي يا رب كل ضلمة جوه قلوبنا تكون بتنتهي، تدخل يا رب وتملك في حياتنا. يا رب مش بصلي بس للجسد وللمشكلة المرضية اللي في المثانة، دي أبسط حاجة يا رب أنت عايز تعملها وعايز تمد إيدك وعايز تشفي وعايز تنقذ، لكن بصلي يا رب للجسد وللنفس وللروح. تعالى أملك علينا، تعالى رب خلي حياتنا تبقى بتتقيك، كل اللي يشوفنا يعرف ان احنا ولادك. بصلي ليا وبصلي لأخويا وبصلي لكل حد يا رب اسمك دعي عليه، ان احنا لا نكون عارا بين الشعوب أبدا، لكن كل من يرانا يعرف انك انت إلهنا ويمجدك. تعالى رب ادخل ونور في حياة أخويا، تعالى ادخل ونور في حياة كل حد يا رب من ولادك. شفاعة ماما العذراء وكل القديسين. أمين 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 في اسم يسوع. سلام، أرجو الصلاة من أجل سامح عشان عنده مشكلة كبيرة في الشغل، ربنا يحلها. أمين في اسم يسوع. تفضلي نشأت. الرب يقول كده، يقول يعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويزول قدم مصر، وقويهم بالرب فيسلكون باسم يقول الرب. لكن هنا في زكريا يقول يعبر بهم في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، زي ما كانت اوقات ضيق صعبه جدا وعملها الرب مع شعب اسرائيل، يعبر بهم في وسط الضيقات دي ويضرب البحر وكل التحديات اللي قدامنا. وكان اعظم احلى تامل سمعته عن شعب اسرائيل ان الرب جعل التحدي بتاع شعب اسرائيل تحديه هو الشخصي، وقف بمواجهة مباشرة مع فرعون وجنوده. فأنا عايز إسرائيل ابن البكر. أيوة، إسرائيل ابن البكر. فالرب خد على عاتقه التحدي ده لما الشعب صرخ وارتبك، ورب نزل إليهم في ضيقهم. نعم. وعبر بهم في بحر الضيق. نعم. هو اسم أخونا عماد عصام. سامح. سامح. نصلي مع بعض لأخونا سامح لأجل مشكلة في الشغل. أمين. أبارك اسمك وأشكرك لأجل يمينك يا رب، ولأجل معونتك، لأجل أنك أنت يا رب تسرع لابنك يا رب وتساعده، لأجل يا رب أنا عايز أجي معاه، مش عايز أتشتت كتير، مش عايز أدور على حلول كتير، مش عايز أتكل على ناس كتير، مش عايز كمان أفكر كتير، لكن عايز أعمل حاجة واحدة بس، أترمي في حضنك واتكل عليك. نعم. وانتظرك. نعم. هللويا ليك يا رب. ادي ابنك كده يا رب ينتظرك، وكل اللي انتظروك لم يغزو. هكذا ينتظر الرب ليتراءف عليكم. امتى؟ لما احنا ننتظر. فالرب منتظر انتظارنا ليه واتكلنا عليه. بفضلك يا رب ادي ابنك سامح ايمان، ادي ابنك سامح ايدين مرفوعه، ادي ابنك سامح قلب متكل عليك. اسم المسيح يسوع قادر تعبر بيه التحدي والمشاكل، سواء من رب ظروف شغل او تحديات مع ناس، انت قادر يا رب. انت مكتوب عنك ولي حي، انت ولي القوي، انت رب الجنود. ساعد ابنك
وإجاد توجد لي حلول، ودي له رب أنه يختبرك ويشوفك في الظرف ده ويعرفك في الوقت ده ويطلبك في الحالة دي في اسم المسيح يسوع، ويكون يا رب خير كبير يرجع لي. نعم، لأنه مكتوب كل الأشياء تعمل مع للخير الذين يحبون الله. في اسم المسيح يسوع ابنك ياخد غنايم من التحدي ده وتساعده وتعبر بيه بحر الضيق في اسم يسوع. أمين أمين أمين. وتختبر الإله القادر على كل شيء من الظرف دوت. أرجو الصلاة من أجل ابني مايكل، ربنا يفتح له باب الرزق ليعول أسرته ويشفيه. أمين. تهاني هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا تهاني. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أشكرك من أجل كلماتك رب، إنك قريب للذين يدعوك، الذين يدعوك بالحق. أشكرك رب لأنك ملجأ في كل أزمنة الضيق. نباركك ونعظمك لأنك لن تترك أولادك، لكن كما يتراءف الآب عن البنين بتتراءف أنت على خائفيك. رب أصلي جدا لأجل ابنك مايكل يكون كده بيصرف إليك رب، بيلجأ إليك رب في وقت اللي الأبواب كلها مقفولة. أصلي أنه يدعوك يا رب كده فيكون بتتمهد قدامه الطرق وتتفتح قدامه أبواب الرزق. أصلي يا رب لأنه إن زي ما أخويا كان بيصلي أنه كل اللي بيتكل عليك وكل اللي جالك أبدا لم تيخزى، أصلي أنه يكون بيلجأ لك بكل قلبه، ويكون ده وقت يا رب فعلا يكون يشوف فيها رعايتك واهتمامك وقربك. يا رب أصلي جدا لأجل رزق فعلا يكون بتتفتح أبواب جديدة للشغل، ويكون فعلا بيشوف إيديك الممدودة ليه في كل وقت. أشكرك لأنه تكون أنت بتصنع كده يا رب حسب كرمك، حسب يا رب فعلا كل اللي في قلبك لابنك يكون بيتفتح عينيه وبيشوفك، بيشوفك يا رب فعلا. يا رب بصلي لأجل ابنك مايكل يكون بيتشدد كده بيك وبيرفع عينيه عليك. باركك وأعظمك لأجل كل الخير اللي في قلبك لابنك. أشكرك لأنك فعلا تفتح ولا أحد يغلق. أشكرك يا رب جدا لأنك تفتح يدك فتشبع كل حي. وباركك وأعظمك رب، وعظمك جدا لأنك أنت لينا أب رائع وسيد غني جدا، مع شفاعته تلبط كل القديسين لكل المجد. أمين 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 أمين. تلبط صلاة من أجل إيمان، الرب يكمل لها الحمل. أمين في اسم يسوع. أمين. تفضلي نشأة. أولا السبب نشكرك ونباركك من أجلك أنت تعطي سلام لبنتك. نعم في اسم المسيح، وتديها رب اطمئنان، تزيل عنها كل مخاوف، تديها راحة لقلبها وراحة لنفسها في اسم المسيح يسوع. يا رب انت بذاتك تطمئنها. انا بسألك يا رب ان بنتك تكون يا رب تطمئن فيك يا رب، ويكون ليها قلب مليان بالإيمان، مليان بالسلام، مليان بالطمأنينة. بفضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا نكون بنروح لك أنت وحدك. ساعدنا يا رب نكون منجي لك أنت وحدك يا رب، فنجد فيك الأمان، نجد فيك الحماية، نجد فيك الضمان. من فضلك ادينا نطلبك، ادينا نصلي ليك، ادينا نروح لك، ادينا نخش رب كده في المخادع ونطلبك ونطمن ونرجع في سلام، ونرجع مرفوعين، ونرجع يا رب رأسنا مرفوعة. نعم، ابن الاسم لا يذللنا ولا المخاوف تذللنا. نعم يا رب، ولا أي تحديات يا رب تقلقنا في اسم المسيح، لكن يكون لنا سلام فيك يا رب. أشكرك وبارك اسمك، نسألك في اسم يسوع المسيح من أجل يا رب أن تتمم حمل بنتك إيمان بسلام يا رب، تفرح. أشكرك، عايزين من كل موقف، عايزين من كل تعب، عايزين من كل أزمة، زي ما مكتوب تعطينا ذخائر الظلمة مكنوز المخابئ. مش عايزين الأمور تمر كده والرب أنقذنا والرب نجانا والرب فرحنا وانتهينا كده، لا يا رب، عايزين من كل موقف ومن كل تحدي ناخد زخاير وناخد غنايم وناخد علاقة حية بيك وناخد معرفة بيك وناخد إيمان جديد بيك يا رب، ونلتصق وتمشي معانا السكة، وتكون دي نقطة ومن أول السطر في اسم يسوع المسيح. بارك بنتك، أعلن لي عن شخصك، طمن قلبها وتمم حملها في اسم المسيح يسوع. أمين 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 في اسم يسوع. سلام من أجل ولادي يعرفوا الرب. أمين. إلهام هتصلي معنا، تفضلي يا إلهام.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكرك لأجل المكتوب يعطيك حسب سؤل قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا. يكمل الرب كل سؤلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيب من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نسقط. هم جسوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص ليستجيب لنا الملك في يوم دعائنا. يا رب خلص أولادك من شباك العالم وأفكاره وطرقه ويتيهه ومغرياته الباطلة. استلم يا رب أولادك واستلم يا رب كل بعد عنك. ارسل يا رب ليهم شباك للنجاة وكن أنت الراعي والمحب والقريب. ولادك يا رب بدونك تعبانين بلا راحة. أصلي يا رب أن كل يوم زمن افتقاد. نعم يا رب خلص واستجب في يوم دعائنا. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. خلص يا رب من الهاوية أنفسهم. الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب إلهنا. أصلي يا رب كسر لكل أعاقة وكل قوة شريرة وكل محاربات وكل أصحاب سوء. تعالى يا رب بزمن زيت وخمر على حياتهم ويكون ليهم رجوع، لأن هذه هي إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك يا رب إن اللي جوه قلبك تجاه رب عتق من عبودية إبليس وزمان يا رب بعد وتيه. تعالى يا رب واستقبلهم زي ما استقبلت ابن الضال وفتحت أحضانك. ابن هذا كان ضالا فوجد. نعم يا رب اصنع ليهم عرس واصنع ليهم فرح، ويكون فرح يا رب في السماء من قبلك. اصلي يا رب ان الام تكون كل يوم بترفع قلبها لاجل ولادها ولاجل يا رب رجوعهم ولاجل خلاص نفوسهم. وده يا رب الغنى الحقيقي وده المكسب الحقيقي في كل ايام عمرنا. استلم ولادك يا رب، احميهم من شباك العدو ومن كل محارباته. تبطل في ام النور العذراء مريم وكل مسار قدسيك. اسمع واستجيب يا رب لكل المجد والكرامة. أمين أمين أمين. إيه طب إحنا لأنه وقتنا فأنا خلص يعني فهقرأ رامي صلوا من أجلي. طلبت صلاة من أجل أختي فيفيان، عندها جلطة ونفسيتها تعبانة. أم بشوي من القاهرة، بنت خالتها عندها كحة من 3 سنين وعندها إحدى رئتيها مش شغالة والآخرين تعبانة. ابن خالتها سايب شقته بسبب مشاكل وبيطلب الرب يتدخل ويرجع بيته. الصلاة من أجل شخص القضية اتحكم فيها ضده، الرب قادر أن يدبر الأمر ويتمجد فيها بطريقة معجزية. الصلاة من أجل شخص متحارب من الأعمال والأسحار، كل ما يتقدم لفتاة بيترفض، الرب يحرره ويعين لي الزوجة الصالحة. الصلاة لو سمحتوا من أجل الطفلة ميريكل، عندها انسداد في المثانة ومحتاجة عملية، عمرها 4 سنين. صلاة من أجل ولادي وابني وإخوتي. صلاة من أجل محروس عنده حصوة في الكلى، بيطلب الرب يشفيه بدون إجراء عملية. أرجو الصلاة من أجل زوجي وعائلتي ومن أجل صديقتي منال شفاء تام. نصلي من أجل هدوء العالم. أمين. ريتا أطلب منكم الصلاة من أجلي ومن أجل عائلتي، الرب يبارككم. صلاة من أجل ميري لمشاكل مع زوجها وابنتها، الرب يعطيها قوة للغفران. أمين في اسم يسوع. صلاة من أجل تامر لإيجاد عمل. صلاة من أجل بسام عنده مرض بالكبد. صلاة من أجل إيفات عندها روماتويد وتعب في الركبة، ومن أجل والديها بيمروا بأزمة مادية. وصلاة من أجل مارلين وإنجي للارتباط ويعرفوا الرب والسلام يعم البيت. رواء عندي طلبت صلاة من أجلي، أنا عندي فيروس 3 سنوات وتعبت، الآن عندي زيادات جلدية مؤلمة ومحتاجة كي ولازم أدخل المستشفى عشان أعمل عملية. يسوع يتدخل ويحميني ويشفيني بقوة المسيح ويكون معي بركة لبيتي وولادي وبناتي. أمين في اسم يسوع. صلاة لأني تعبانة، ربنا يتحنن عليا ويشفي صدري. صلاة من أجل ولادي ميري ومارينا بالارتباط ويكمل الفرحة لابني بالعوض ويشفيني من ألام الظهر بدون عملية جراحية. بنت الرب تطلب صلاة ربنا يرشدها لأخذ علاج لكي تنجب طفل. صلاة من أجل ابنك ناصر يفك سجنه ويخرجه. تلبت صلاة من أجل مريم بخيت في الحضانة والنفس غير في الحضانة والنفس غير مستقر.
صلاة من أجل جرجس، الكانسر منتشر وأهله تعبانين من أجله، الرب يتمجد ويشفيه. طب يعني إحنا معانا وقت نصلي يعني. أنا مزمور 85 بيقول في عيتين كده فيهم حاجة مشجعة وحاجة موجهة. يعني بيقول كده صرخ قال أرينا يا رب رحمتك وسط الأزمات دي، أرينا يا رب رحمتك. نعم. دي طلبة ودي صرخة نصرخها دلوقتي لأجل كل الاحتياجات دي، وأعطينا خلاصك. مين. ودي حاجة في إيد الرب يعني، اتفضل بس يكون عندك الإيمان، أرينا يا رب رحمتك وأعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، يعني كأنه ميل كده ودانه على قرب ربنا، سمع إيه اللي بيتكلم به رب لشعبه، لأنه تكلم بالسلام لشعبه والأتقياء، يتكلم بالسلام. بس في كمان توجيه، فليرجعن إلى الحماقة. يعني في دعوة للرحمة وفي دعوة للخلاص وفي توجيه كمان للبعاد، أنهم كمان إيه لا يرجعوا تاني للوراء، لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد في أرضنا. يعني الواحد لما بيسمع الحالات دي زي ما كان كده، أسوارنا مهدومة والشعب في عار بسبب يعني إبليس اللي تجرأ، أمراض وأتعاب وضيقات والسور مهدوم، لكن النهاردة الرب يقول يسكن المجد في أرضنا لأنه خلاص قريب من خائفيه. ارحمنا يا رب واعطينا خلاصك. تعالوا نصلي مع بعض أحبائي المشاهدين في ختام الحلقة ونقول له كده يا رب. نعم يا رب، أرنا يا رب رحمتك وأعطينا خلاصك. بشكرك لأن مراحمك كل يوم جديدة، وفي كل مرة نيجي نطلبها تأتي لنا بالمراحم. أعطينا خلاصك لأنه خلاص قريب من خائفي. نعم يسكن المجد في أرضنا في اسم المسيح يسوع. لا مزلة ولا عبودية للخطية، ولا مزلة للأمراض والأوجاع والضيقات، لكن أنت تأمر بعزنا. نعم في اسم المسيح شعبك يا رب متبارك. نعم إني أسمع ما يتكلم به الرب، إنه يتكلم بالسلام لشعبه. نعم قد أمر إلهك بعزك، الرب يبارك شعبه بالسلام، الرب يعطي عزا لشعبه. نعم اعطي عزا لشعبك يا رب، اعطي مجدا لشعبك يا رب، إنه بدل الهوان والتعب في الضيقات والأمراض والخطية نسكن المجد في أرضنا يا رب. نعم. تلامس ألطف يا رب في اسم المسيح تعالى. نعم يا رب أنت تيجي يا رب تبسط يا رب يديك وجناحيك على كل المتعبين يا رب. بشكرك تعظم لطفك معانا النهاردة، وتعظم خلاصك معانا النهاردة، وتعظم عملك وشفائك. نعم وتوجد حلول لكل المتعبين واللي في حيرة، واللي يا رب كل الأبواب اتقفلت عليهم تفتح لهم أبواب في اسم المسيح من كل جهة. نعم أشكرك إنك يا رب تيجي عليهم بالسلام من كل وجه، بالسلام من كل وجه في اسم الرب يسوع. آمين. أمين أمين. بشكرك يا نشأت ونتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية. اليوم إن سمعتوا صوته فلا تقصوا قلوبكم. قل له كده يا رب افتح وداني ولا أعاند، وأكون باجي وأتمتع بأحضانك وأتمتع بسلامك وأتمتع بغفرانك طول الوقت. ربنا معاكم.